تقارير صحفية كثيرة تتحدث اليوم عن احتمالية انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعرض ضخم في الصيف القادم، هل هذا الحديث صحيح أم خاطئ؟ الريال مدريد está muy ريال مدريد انه غاضب جدا من مبابي، لان مبابي وعده في الصيف الماضي وغير وعده مع فرونتينو بيريس، وبالتالي ان المحيط بتاع مبابي حسب المعلومات التي لدي فانهم يعرضون مبابي لريال مدريد، لان اعتقد ان مبابي ليس سعيدا في البي اس جي او باريس، ولكن ان ريال مدريد لم يصفح عنه ما قام به من قبل، ولكن الآن أنا أعتقد أنه من المستحيل أن يلعب مبابي في ريال مدريد، فإن فرونتينو بيريس يقول لا، يقول أنه مستحيل. دي نقطة في منتهى الأهمية.